السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم يا الحباب في قناة نشا تريا. لهذا اليوم جبت لكم وصفة خفيفة ظريفة تليق بأيام الصيف أمام طن، تكون شوية تقليدية، يعني احنا نضربوا عصفورين بحجر. وصفة تقليدية بصح تانيك وصفة جبتها لكم على طريقة معصرنة، يعني كما قلت لكم عصفورين بحجر، اللي هي العجيجات تاع البصل والمعدنوس. ومام طون اليوم حنا كنكملوا الوصفه، يعني اللي يحبوا يقعدوا معنا نجيب لكم حكايه مثل كما قلت لكم في العنوان. حكايه او مثل يبدا اذا سلمت سموني سالم. راح نكمل لكم بعدين وشنو هو المثل وشنو هي القصه تاعو. اذا المكونات راكم تشوفوا هنا، معدنوس حوالي واحد الربطه على الاقل ربطه، البصل هنا تقريبا واحد الربطه هكذاك، شويه شفر ماجاغابي، حبه ولا زوج بيض، هنا استعملت زوج ماشي حبه لانه بعد زدت، حوالي واحد 100 غرام تاع لحم مرحي، فارينا باش حوالي واحد زوج ملاعق ولا ثلاثه، راح نشوفوا بعدين شحال خضات لي في الكحل، الملح وشويه راس الموس، شويه لا ليفيغ. دونك هادو المكونات تاع الوصفه اللي معصرنا شويه. نبداو بالبصل. البصل لازم يكون بزياده البنات، ما ديروش راس واحد، ما ديروا حوالي على الاقل رطل. راكم تشوفوا ما تجوزوش في الربو، هذه الوصفه حاجه ما ديروها في الربو ولا في العشواغ، كلشي تقطع غير بالعقل، خذوا وقتكم. دونك ربطه كامله تاع معدنوس تقدروا تحوا حتى زوج ربطات، نزيد لهم هذاك شويه لحم مرحي. نرجع للوصفة الأصلية البنات، راح نوريها لكم بعد، راح تشوفوا الفرق بين الوصفتين. الوصفة الأصلية ما فيهاش فيونداشي كما راكم تشوفوا، فيها البصل، فيها المعدنوس، فيها البيض، فيها ولاد الدجاج حبة ولا زوج ولا صديبو، يعني البصل شحال كما هنا، راه من بعد شوية راني حنزيد ولاد الدجاج، وفيها الفارينة كما راني ندير هنا، يعني فيها كلش ما عدا اللحم المرحي وما عدا الفرماج الجبن. فوالا دونك هذه هي علاقة لكم عصفورين بحجر. انا هنا وصفتين، اللي ما عندهاش لحم مرحي عادي ديرها، لانه الوصفه الاصليه تاع امهاتنا ما يديروش لحم مرحي، يديروا غير بصل والمعدنوس، ويقولوا لهم عجيجات البصل والمعدنوس. فوالا وفلك حال كان يدوت انك شويه قرفه. فوالا هنايا راني حنزيد شويه فرماج ونبدا نخلط. هنا راح تشوفوا بلي راني حنزيد حبه بيض من بعد، باسكو كان البصل يعني كان شويه بزياده، ما نطمتليش بحبه وحده، دونك بزوج زدت من بعد. فوالا هاني زدت هنا الثانيه، لانه البصل واعر شويه البنات باش يحكم روحو، دونك روحو غير بالعقل. على بها ما نقدرش نعطيكم كميات ولاد الدجاج بالضبط، قلت لكم مثلا الرطل، يلا ناخذوا مثلا الرطل بصل فيها زوج حبات ولاد الدجاج، الفارينة حوالي واحد ربع مغارف كبار، تقدروا تزيدوا، لازم لا تيكستور تاع الخليط تاعنا هاي اللي كيفاش المزيج، لازم يشد روحو بين يديكم. فوالا ومن بعد هنا راني شفتوا بلي ما حبش يشد روحو، زدت له شويه، ما تكثروش الفارينة اللي يعني باسكو سينو تتقال الوصفه، شايفين صح يجيو عجيجات بصح، حاولوا غير يمسك روحو غير يشد روحو الخليط بين يديكم، حبسوا الفارينة. فوالا يعني حوالي اربع مغارف، وبداو تشوفوا بداو تعسوا. نمزج مليح بيدي، لازم في هذه المرحله نستعمل يدين. فوالا راكو تشوفوا هنا راه بان شويه بدا ينطم لي، بدا يشد في روحو، ومباشره نروحوا للقليان. نعاود البنات الوصفه التقليديه تاع العجيجات البصل ومعدنوس، ما فيهمش الفيونداشي وما فيهمش الجبن. فوالا القليان هنا استسمحكم، راحت لي بعد الصبر راحوا لي تاع كيفاش، يعني عادي رفدت بيدي وحطيت في المقله، درت كويرات، تحبوا تخافوا ديروا زوج مغارف، ديروا كويرات اونتخ دو كيما نقولوا اونتخ دو كويير، غير يكونوا مشمخين. فوالا قلت لكم هنا المشهد راح لي تاع اللي كنت نرفد فيه الكويرات ونقلي فيهم، عادي يعني هايليك كويرات على قيس الكف تاع اليد، تحبوا ديرهم كبار تحبوا ديرهم صغار كيما حبيتوا، يتحمروا غير بالعقل على نار هاديه متوسطه، وهي لك نتيجة يا حبوبات. هادي هادو مال العجيجات اللي فيهم فيونداشي، تعصوا لهم القرص باش ما يجيوش تقال، يعني وجبة خفيفة ظريفة كما كنتشوفوا.
نذكركم بها. انا نديرها هاديه بنات، كيكون بزاف كي عندي يكون عندي بصل بزاف بزياده، ولا مول البيت زعما يجيب لي بصل ويكون عندي القديم، هذاك القديم كامل نطمون ندير له هذه الوصفه. نفس الشيء بالنسبه للمعدنوس، يكون عندي المعدنوس قديم ونشري واحد جديد نطمو كامل وندير له هذو العجيجات نجوزهم، سواء مع شريبه سواء دوكا طايف سخانه غير ناكلو هكذا حاجه خفاف. فوالا، وهادو يا بنات العجيجات التقليديين المحضين، كنت درتهم نهار واحد اخر صورتهم لكم باش تشوفوا تقريبا نفس الشيء، ما يجوش حموره بزاف باسكو ما فيهمش الفرماج. هاوليك هادو غير بصل ومعدنوس وفقط، وطبعا بيض وفرينه بصح ما فيهمش فدير لا فيوندا شي لا فرماج. فوالا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، تجربوها وترجعوا لي الخبر. وما تنساوش لي ميغ شوز سون توجور لي بلو سامبل، ومع المحافظه على التقاليد. نجوزو لدوق الحكاية إذا سلمت سموني سالم أو المثل، العرس ما يندر في السماء غير أنا ظالم. هذا المثل قديم قديم يا بنات، مانيش عارفة إلا مازالهم الناس يقولوه. سبتها وحكايتها، قالك زمان كان واحد الغراب كان حاب ينتقم من واحد السلحفات، واحد الفكرون كان ما يحبوش، جاليه قالو فوالا، قالو كاين عرس في السماء. هذا الغراب قال الفكرون، قالوا اجي نديك ديك معايا نحضروا واحد العرس. الفكرون فرح، دار فيه الثقه بنيته، قالوا اوكي. قالوا بصح كيفاش نروح؟ قالوا الغراب قالوا ما تكسرش راسك، قالوا انا نرفدك ونطير بك في السماء ونروحوا ونلحقوا ونروحوا نعرسوا ونوليو. الفكرون بنيته خلاه، الغراب رفدو بين في المقار تاعو، طار بيه طلع 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 كيطلع للسماء الفوق بيان كوم يلفو، كاسكي لا في حد طلقوا وطاح الفكرون طبعا ومات. في طريقه قبل ما يموت الفكرون ما بين السماء والارض قال لهم اذا سلمت سموني سالم، العرس ما يندر في السماء غير انا ظالم. دونك هذا المثل هذا يضرب لما نغامروا باشياء نديروها نقولوا ربما نديروها بصح ما هو يعني النتيجه ما كنش متاكدين منها، ولا زعما كما نقولوا شغل النتيجه كما نقولوا سي ايفيدون كو مش راح تنجح الحاجه بصح حنا نغامروا. دونك قولوا اذا سلمت، انا جربت اذا سلمت سموني سالم، انا غامرت والله يعلم العرس، يعني هذه القضيه سي با ايفيدون تنجح، مي انا راني غامرت العرس ما يندير في السماء غير انا ظالم. يعني الى ما من ما نجحتش، يعني هذه خطا ديالي وانا ملي نتلام على هذا الامر، يعني انا خديت هذا القرار. فوالا، ان شاء الله تكونوا حبابي تعلمتوا هذا المثل، ان شاء الله يكون عجبتكم الحكايه الطريفه هذه. وهذا المثل قديم قديم كما قلت لكم، ما نعرف الا مازال الناس يداولوه، قولوا لي في تعليقاتكم الجميله كعادتكم الا مازلتوا تقولوه، ولا كاش مثل هكذا يتشبه له ولا في المنطقه تاعكم، ولا يلا نستفادوا من بعضنا بعض. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو، الى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.